ودع التونسيون وكبار الشخصيات الرئيس الباجي قائد السبسي الذي توفي عن عمر ناهز 92 عاما وهو في الحكم. ووسط انتقال سلس للسلطة، ينشغل التونسيون في مستقبل بلادهم وخصوصا على أبواب الانتخابات المقبلة. بعد التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، طهران تعلن أن تجاربها ليست ضد أي دولة. تهدئة ضمن ازدواجية السلوك الإيراني، ولكنها تأتي بالتزامن مع بحث وزير الخارجية العماني مع نظيره الإيراني سبل تهدئة التوتر في المنطقة. فهل تنجح الوساطات؟ يشكل التحقيق في فض الاعتصام في السودان نقطة أساسية في مسار الحل. التحقيقات أظهرت مخالفة 3 ضباط للأوامر بإدخال قوات إلى مواقع الاعتصام، وأصدروا تعليمات باستخدام القوة ضد المعتصمين. تحقيقات رفضها تجمع المهنيين السودانيين، فكيف سيؤثر ذلك على مسار الحوار؟ الجيش الوطني الليبي يواصل تقدمه النوعي في معركة طرد الميليشيات والإرهاب من العاصمة طرابلس. الجيش الليبي سيطر على معسكر نقلية جنوبي العاصمة بعد اشتباكات مع الميليشيات. لماذا يتأخر الحسم؟ ومن يقف خلف الميليشيات؟ أنا سامي قاسمي، أهلا بكم في غرفة الأخبار. البداية من الملف التونسي، حيث شيع التونسيون جثمان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي إلى مثواه الأخير بحضور قادة ومسؤولين من مختلف دول العالم. وحضر مراسم الجنازة الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، والملك فيليبي ملك إسبانيا، والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيليو دي سوزا، ومسؤولون عرب وأجانب. في هذا الملف سيكون معنا من تونس مراسلتنا عزة غريبة، ومن تونس أيضا الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي. أبدأ من مراسلتنا عزة غريبة من تونس. عزة، رفقتي مراسم تشييع جثمان الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم كان طويلا ومحمل بالرمزيات والرسائل. تماما سامي، يوما طويلا وحزينا. هي جنازة مهيبة خصصت للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي. كان هناك تشييع رسمي في القصر الرئاسي في قرطاج، حضره وفود رسمية كثيرة ورؤساء دول ورؤساء وزراء، وكان هناك كلمات مؤثرة جدا ألقيت في القاعة حيث كان مسجن النعش في قصر الرئاسة في قرطاج. أبرز هذه الكلمات ربما كانت للرئيس التونسي المؤقت رئيس البرلمان محمد ناصر، الذي وصف الراحل بمهندس الوفاق الوطني في تونس. كان هناك كلمة كانت هي الأطول من بين الكلمات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال بأن تونس قد خسرت رئيسا عظيما، ولكن فرنسا خسرت صديقا، وقال بأن الشعلة الآن انتقلت إلى الشعب التونسي وعليه أن يكمل المسيرة نحو تونس حرة وضد التطرف والإرهاب. بعد خروج النعش من القصر الرئاسي بدأ التشييع الشعبي، لأن الآلاف من التونسيين كانوا ينتظرون في الشوارع لساعات طويلة رغم الحرارة العالية لكي يلقوا نظرة الوداع على النعش. وكان هناك توافق بين الجميع وترداد لنفس الكلمات، وهي وصف الرئيس الراحل بأنه الرئيس التوافقي بامتياز، وبأن الجميع أحبه، وبأنه رجل وطني جمع كل التونسيين وأخرج تونس من عنق الزجاجة في مراحل كانت صعبة جدا. بعد ذلك إذن دفن الجثمان في مقبرة الجلاب.
وهي المقبرة العائلية، وأيضا جرى هناك تعزية للسياسيين الذين كانوا حاضرين. في كل الأحوال انتهت الجنازة في هذا اليوم الطويل كما وصفته سامي، ولكن الحداد مستمر في تونس لأيام، وربما قريبا جدا ستفتح الملفات التي ينتظرها التونسيون، وهي بالتأكيد ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. شكرا جزيلا لك يا عزة غريبة، مراسلتنا من تونس. الآن نتابع هذه الآراء التي عبر فيها التونسيون عن حزنهم لرحيل الرئيس الباجي قايد السبسي، نتابع بعدها في هذا الملف. اليوم جينا باش نودعوا سيد الرئيس سي محمد باجي قايد السبسي اللي هو رئيسنا وبوش الشعب الكل التونسي، جينا نودعوا فيه الوداع الأخير، وإن شاء الله يا ربي نتفائلوا خير لتونس، خاطر احنا شعب قاري وشعب واعي. والله يرحم سيد الرئيس لحمي بورقيبة الزعيم بورقيبة، وبقدرة ربي إن شاء الله زينة لاباس، بقدرة ربي الدولة مستمرة. الشعب التونسي فقد بوه، والرئيس هذا نسخة من بورقيبة، الله يرحمهم الكل ويرحم جميع المؤمنين، وإن شاء الله يكونوا التوانسة عند حسن الظن، وإن شاء الله ربي يحيي تونس ويحفظها من كل بلاء. أنت راجل دولة، راجل بنت الله، خدم بلاده وخدم دولته وخدم خدم شعبه، الله يرحمه الله يرحمه، ربي ربي إن شاء الله يجيب لنا شكون يخلفه ويكون في المستوى ويكون إنسان ثقة. تونس تمر بفترة يمكن كنا لازمنا نتعداو منها، وإن شاء الله نتعداوها معناها بالدينيتي بشوية، فهمتني، واحد وتجيب جايين انتخابات تنقذهم كأي بلاد أخرى وكأي الناس كل إن شاء الله تساهم، فهمتني، هذه أكبر هدية نجم نقدموها للباجي. صحيح اللي حب اللي حب اللي حب الباجي باجي توفى، واللي حب تونس تونس مازالت حية. ومعنا من تونس الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي. استاذ عبد الله اهلا وسهلا بك، نجدد مره اخرى تعازينا للشعب التونسي في وفاه الرئيس الباجي قايد السبسي. اذا تونس تطوي اليوم صفحه الباجي قايد السبسي بتشييعه الى مثواه الاخير، ما الاستنتاجات، ما الانطباعات التي يمكن تسجيلها في جنازه الراحل برايك؟ والموجة متاع التعاطف اللي حفت بمراسم دفن الرئيس الباجي قايد السبسي لا تخفي أن هناك ملفات من الوزن الثقيل ما زالت قائمة، ربما تلهى الشعب التونسي في الآونة الأخيرة بهذه الوفاة هذا المصاب الجلل، لكن في غضون أسبوع سوف نرجع إلى الأمور الجدية، يعني الملفات الحاسمة الذي يجب النظر فيها، وهذا تقريبا درس لقنا من طرف جماهير الشعب للنخب السياسية المتناحرة التي بينها جدال وتجاذبات، ليقول نحن عائلة واحدة، حاولوا تجدون لنا حلول لمشاكلنا سواء كان التعليم والصحة وبقية المرافق العمومية اللي مسؤول عليها الدولة، لأنه إلى حد الآن لم تبرز منظومة توافقية ترتكز على أمور يعني صلبة وملموسة لتحسين واقع الإنسان التونسي، خصوصا أن وضعنا الاقتصادي والمالي خصوصا ضنك إلى أبعد الحدود، وهذا ما سوف يجبر القادة الجدد الذين سوف تبرزهم الانتخابات القادمة لخطوات جريئة للخروج من الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها تونس اليوم. قلت بأنه هناك ملفات من الوزن الثقيل، ما التحدي الأبرز برأيك أستاذ عبد الله الذي تواجهه البلاد وسط هذا المناخ السياسي المشحون برأيك؟ الملف الأكبر ملف هو ملف سياسي، لأنه الأستاذ الباجي قايد السبسي الزعيم الراحل رحمه الله كان هو المرجعية، وكان تقريب هو يعني الملاذ، وكان الطرف المخاطب الكفى
لأثقل وأهم حزب في الساحة اللي هو حزب النهضة الذي بقي متماسك عكس ما هي عليه الأحزاب ما هو عليه الأحزاب الأخرى. تحديد مصير الحكومة الحالية ورئيسها كان يناقش بين النهضة ورئيس الدولة. الآن قد تسحب أو يعني تكف يعني حركة النهضة عن مساندة الرئيس الحكومة الحالي، وحينئذ سوف يختل التوازن صلب البرلمان، وسوف ندخل في انتخابات القادمة في ظروف لا تخدم بالضرورة الديمقراطية ولا تخدم الوفاق. سوف يتقرر مصير الحكومة هذه في يعني الأيام القليلة القادمة، يعني في غضون أسبوع تقريبا، وسوف تقرر تونس من هو أو من هي الشخصية التوافقية التي تترشح لرئاسة الجمهورية، لأنه بغياب المفاجئ للرئيس الباجي قايد السبسي ورفض محمد الناصر الرئيس الحالي أو دستوريا ليس له الحق أن يترشح بعدما تولى الرئاسة المؤقتة للجمهورية، لا تبرز شخصية توافقية على الساحة لتترشح للرئاسة، ويعني تخرج الأمور من 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 هذه الحالة المتأزمة. كل ما في الأمر أنه الرأي العام يفكر في وزير الدفاع الحالي، لكن وزير الدفاع الحالي وقع اقتراح مرتين، اقترح عليه رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة ورفض، ربما في المرة هذه يقبل أن يترشح لرئاسة الجمهورية، وإلا سوف نبقى في ضبابية يعني مطلقة. إلى أي حد أستاذ عبد الله اسمح لي وزير الدفاع يحظى ربما بقبول شعبي وروافع سياسية من بعض الأحزاب التي قد يعني ترشحه لكي يكون رئيس توافقي في المرحلة المقبلة؟ إلى حد بعيد جدا، لأنه كان وزير قبل الثورة ولم يكن معروف بانتمائه الضيق، كان يناصر الحق وهو أستاذ جامعي، أستاذ طب، وكان حتى عميد كلية الطب، وكان في وقت من الأوقات وزير البحث العلمي والتعليم، وبعد الثورة اشتغل كوزير مع كل الحساسيات من النهضة إلى يعني إلى الحكومة التي تلتها، وكان في مرتين وزير دفاع لأنه ليتوافق الفرقاء في ظرف يعني متأزم وغير مضمون العواقب حول شخص لتولي حقيبة الدفاع يجب أن يحظى بثقة كبيرة، وهو إلى حد الآن ليس له انتماء ضيق لهذه الجهة أو تلك، ومعروف بوطنيته وباتزانه وبنظافة يده وبانقطاعه لخدمة الصالح العام. هذا 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 هذه يعني الورقات التي في يده، إذا أراد استعمالها إذا قبل، لأنه في مرتين مثل ما يعرف عند الخاص والعام أنه رفض في مرتين رئاسة الحكومة، ليس بالشخص ليس بالشخص المتهافت على الحكم من ناحية، ولكن البعض أستاذ عبد الله يقول بأنه صلب القوات المسلحة وصلب قوات الأمن. قائد السبسي قبل أن يتوفى حاول أن يقدمه للأطراف الإقليمية والدولية كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، لكن أنت ذكرت نقطة فيما يخص حركة النهضة، قلت بأنه ربما الحركة ستكف عن مساندتها لرئيس الحكومة يوسف الشاهد لأنها كانت تضع يدها في يده في المرحلة الماضية. على ماذا تراهن النهضة؟ هل تراهن على شخصية من داخل الحركة لترشحه لرئاسة الجمهورية برأيك؟ لأنه رئيس الحكومة الحالي كان يعني تحت ضمانة الرئيس الراحل، والآن يعني توجهاته غير واضحة، وقبل بضعة أسابيع صرحت قيادة النهضة أنه إذا ما اعتزم الترشح لرئاسة الجمهورية سوف يكون ذلك بشروط، ويعني ألزمته بالاستقالة من رئاسة الحكومة بحيث لا يجب أن يستعمل وسائل الدولة ووسائل الإدارة لخدمة حملته الانتخابية، وكان هذا الموضوع مطروح، وهو ليس من حساسية النهضة، وهو في وقت من الأوقات انتمى إلى أو يعني احتمى
بالاتحاد التونسي للشغل اللي هو مش على فرض وتيرة، ليس على نفس الوتيرة وحركة النهضة، وهو يعني له أطوار يعني يغير مواقفه بسرعة كبيرة مما لا يعطيه ثقة كبيرة من طرف النهضة وغير النهضة كذلك. شكرا جزيلا لك أستاذ عبدالله العبيدي الدبلوماسي التونسي السابق، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لحضورك.